استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة مدير تطوير الأعمال بشركة إيربورن سيستمس السيد جايدي كوستا، وقد ثمن سموه الجهود التي تبذلها الشركة في دعم المنظومات الدفاعية، مؤكدا سموه أن الشركة تعد من الشركات الرائدة من خلال وجود خبراء ومحترفين في مجال الدفاع والفضاء. من جانبه أعرب سيد دي كوستا عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض الذي يسهم في تطوير أعمال الشركة ويفتح آفاق واسعة من التعاون مع مختلف المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، مشيدا بالتنظيم المتميز لهذا المعرض الذي احتوى على مختلف الوسائل الدفاعية المتطورة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة ترحب كثيرا بالتعاون المشترك مع قوة الحرس الملكي الخاصة.